بسم الله الرحمن الرحيم. كأول انطلاقة لمشروعنا ميديكال فيليك، حبينا نوضح لكم الـ ECG بخطوات بسيطة إن شاء الله تفتهموه في فيديوهات مقطعة وقصيرة المدة، وإن شاء الله تعجبكم. أول شيء كإنترودكشن للـ ECG، هذا الفيديو اسمه إنترودكشن فور ECG. Why ECG؟ مثل ما تعرفون إنه القلب هو عضلة غير إرادية، ليست كعضلة إرادية نحركها إحنا، وإنما هو من كيف يشتغل فهو أوتوماتيك. احنا حتى نعرف آلية الـ ECG لازم نعرف بعض الخصائص مال القلب. هي ثلاث اشياء مهمه: اوتوماتيك او اوتوماتيسيتي، كوندكتيفيتي، وكونتراكتايل كونتراكتيليتي. يعني شنو اوتوماتيك؟ اوتوماتيسيتي يعني الهارد من كيفه يطلع السيجنالز او الالكتريكال ستيمولاي حتى يصير بي كونتراكشن. مثل ما تعرفون اكو اكشن بوتنشال، هاي الاشياء حتى يسوي كونتراكشن بالمسل. فالاكشن بوتنشال بالهارد ما يطلع الا من كيف، يعني من كيف هو يطلع اكشن بوتنشال اوتوماتيك. فليس يعني هاي الخاصيه اسمها اوتوماتيسيتي. اوتوماتيسيتي سبونتينيوس فورميشن اوف الكتريكال ستيمولاي. نجي على الكوندكتيفيتي، من الالكتريكال ستيمولس يتكون، نجي يكون لازم عندك كوندكتيف تيشو ينقل هذا الالكتريكال ستيمولس الى المكان حيث يصير الكونتراكشن. زين، وراها كونتراكتيليتي، هنا يصير الكونتراكشن. زين، اكو نقطه، شنو يعني بيس ميكر؟ دائما نسمعها البيس ميكر. هسه احنا ما كنا نحكي، كنا نحكي على اوتوماتيسيتي. اوكي، شنو يعني بيس ميكر؟ البيس ميكر از ذا تيشو وذ هايست ريت اوف اوتوماتيسيتي. يعني يا تيشو بالهارت يا جزء بالهارت ينطيني اعلى ريت، اكثر واحد يطلع ستيمولاي اوتوماتيكلي، هذا نسميه بيس ميكر. زين، البيس ميكر مال الهارت المتعارف عليه هو الاس اي نود. ليش؟ انه هي ذا تيشو وذ هايست ريت اوف الكتريكال ستيمولايشن، حوالي من 60 الى 100 بيت بالثانيه، او ستيمولاي بالثانيه تطي، وليس بيت، ستيمولاي بالثانيه تطي. هاي خلصناها الاوتوماتيسيتي كوندكتيفيتي اند كونتراكتيليتي. والبيس ميكر عرفنا شنو. هسه الالكتريكال اكتيفيتي هذه اللي حكينا عنها تطلع، اللي تتكون بالهارت راح تطلع على سطح الجسم. الجهاز مال اي سي جي راح يقيس هاي الالكتريكال اكتيفيتي على سطح الجسم. الالكتريكال اكتيفيتي يمكن احنا نشوف واحد الكهرب بالسلك الكهربائي ويموت، لا، الكهرباء هاي بالقلب هي كهرباء ضعيفه بالملي فولتات، ما تكهربنا ولا احنا نحس بيها، بس الجهاز مال الاي سي جي هو جاي يحس بيها. فالجهاز مال الاي سي جي راح يجي يقراها لهذه الكهربائيه، راح يجي يقراها لهذه الكهربائيه ويسجل لنا اياها على شكل موجات على الورقه مال الاي سي جي، وتعطيني فكره. اوكي، الفكره اللي راح اخذها من الورقه مال الاي سي جي على القلب تكون لازم شامله، يعني مو بس مكان واحد بالقلب اعرف الكهربائيه مالته والتقلص مالته ايش قد، والجزء الاخر من القلب ما اعرفه. فسووا اللي اخترعوا جهاز الاي سي جي، اللي اخترعوا جهاز الاي سي جي خلوا له عيون للاي سي جي هذا الجهاز، بحيث تتباوع على القلب من جهات مختلفه، من اليمنى ومن اليسرى ومن جوا ومن قدام. اوكي، هسه نجي على وحده وحده. هذه العيون مال الاي سي جي المختلفه تعطيني فكرة عن كل جهة هي تباوع عليها هذه العيون. اوكي، العيون هاي شو نسميها احنا؟ مو هي اسمها عيون، وانما اسمها ليدز او اخطاب. الليدز هاي يركبوها على الجسم حتى تباوع على القلب من جهتها. زين، هسه نجي على الشيء المهم. على الورقة مال الاي سي جي احنا الموست كومن، يعني الموست كومن اللي جاي ندرسه احنا، اسمه 12 fleet ECG، يعني 12 عين للاي سي جي اللي جاي بنقراه احنا على الورقه هذه. 12 عين، ال 12 عين هي 12 leads. اوكي، الليدز هاي شنو هي؟ اللي يهمنا احنا اللي نقراه على الورقه، وليس اللي الركبه على الجسم. تركيبات على الجسم هاي مو مهمه، بس حتى نعطيكم فكره عنها، هن 12 واحد، 6 ب 6 نقسمها 6تين، السته الاولى يسموها limb leads، يعني على الاطراف تتركب limb leads، والستة الأخرى يسموها chest leads تتركب على الصدر. هذا كل شيء، هذا كلش كافي على هاي الليدز اللي تتركب بالجسم. الشيء المهم اللي لازم نعرفه إنه كل ليد وين يباوع على الهارت. هسه نجي على الورقة مال اي سي جي هذه، كل ليد وين يباوع على الهارت. أوكي، نجي على الجهة اليمنى. الجهة اليمنى هي الليدات هاي مهمة لازم نحفظها. الجهة اليمنى شنو العين مال اي سي جي بالجهة اليمنى؟ أولاً اي في ار، بعدين V1 و V2. من الجهة اليمنى V1 V2 العفو هنا V1 V2 و IVR. اوكي، هاي من الجهة اليمنى، يعني العين مال ECG على يمين القلب اللي باوع الجهة اليمنى مال القلب هي IVR V1 V2. اوكي، على الجهة اليسرى شنو هي؟ Lead 1
AVL V5 و V6 اوكي يعني AVL وليد 1 على اليسرى ومننا من التشست همنا على اليسرى باع القلب اللي هي V5 و V6 اوكي هسه صار علينا وعلى اليسرى زين من جوا شنو هاي باعوا على القلب ليد اسمه AVR العفو AVF وعندي همنا ليد 2 وليد 3 اوكي هاي تنحفظ نصا وعلى الغير لانه كلش مهمة هسه اجي اعيدها بشكل مبسط على يمنى AVR V1 V2 على اليسرى AVL ليد 1 V5 V6 من جوا ليد 2 ليد 3 و AVF اوكي F من فوت فهي جوا زين يمكن واحد يسال بعد اكو من قدام شكو اكو V1 V2 V3 V4 يمكن هسه نشوف اكو تشابه من اليمنى قلنا AVR V1 V2 يعني V1 V2 موجوده من اليمنى يباوع على القلب من اليمنى من ناية وهم انا اقدر اعتبره انتيريا يعني V1 V2 V3 V4 هذا انتيريا V5 V6 على اللاترال من اليسرى اوكي زين هسه يمكن واحد يسال يقول احنا عندنا صار من اليمنى ومن اليسرى عيون ومن جوا عيون ومن قدام عيون زين من فوق وين العيون مال اي سي جي ماكو اقطاب تباوع الاي سي جي من فوق وانما راح استنتج اكو في تشينجز او تغيرات يسموها ريسيبروكال تشينجز شنو هي الريسيبروكال تشينجز يعني استنتج اللي يصير بالجهه العليا مال القلب من الجهه السفلى مال القلب فمثلا يصير عندي خلل بالجهه السفلى مال القلب ينعكس هذا الخلل بالكهربائيه مال الجهه العليا مال القلب هاي اسمها ريسيبروكال تشينجز هاي تدخل نفسكم بيها اهم شيء نعرف اليمنى شنيه واليسرى شنيه واللي جوا شنيه والانتيرير شنيه الفرونت اوف ذا هارت شنيه هذه اهم شيء بالنسبه للليدز هذه اللي حكينا عليها وشكرا.